نعم هي كانت صعبة طبعا جدا، وأنا لي أصدقاء أمازيغ في مصر في سيوة في، بس أعتقد من بلهجة أخرى يعني، لكن أنا ما تعلمتش الأمازيغية، أحب اللهجة بس أو اللغة بس ما أحبش أو ما أعرفش يعني أكلمها يعني. بس لما رحت لدار رويشة في خنيفرة وقابلت ابنه أحمد رويشة وعزف قدامي باللوتار الأغنية كذا مرة وصورناها، أنا بشتغل يعني بعمل هندسة صوت بتاعتي بنفسي، فبمسك الحلقات وأعمل لها المكساج بتاعها وأعمل تيونينج وأعمل، فبعيد غصب عني المقاطع دي كتير جدا يعني، عدت الأغنية اللي هو بطريقة الغنى بتاعته يمكن مثلا 50 مرة، فيمكن ده خلاني بالإضافة أن أنا شفته هو بيغنيها قدامي، فده خلاني أعرف أغنيها، ولحد آخر لحظة أنا ما كنتش متأكد أن أنا غنيت صح ولا غلط يعني، للأمانة ما كانش في حد بعت له الأغنية علشان يتأكد أن أنا قايلها صح ولا لا، فالحمد لله ان هو يعني ما خليت المساله احساس، هي بس طلعت كده. انا بعد كده على فكره في الاغاني في الريمكس 2 والريمكس 3 اي يعني عندي اغنيه كرديه لازم يكون في حد كردي معايا يسمع الاغنيه بعد التسجيل. العيطه مثلا كان حبيب ابعت له الاغنيه يقول لي لا الحته دي تتقال بالطريقه دي، واقوم عايدها تاني مسجلها وارجع ابعتها له تاني. ممتاز.